في إطار عصرنة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، تم اليوم إطلاق بوابة أنظمة المعلوماتية جبايتك بالمركز الجواري للضرائب ببلدية بوحجر ولاية الطارف تحت إشراف السيدة أبو عباش حياة نائب مدير للحوكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية بالإدارة المركزية للضرائب، وكذا المدير الجهوي بالنيابة سلطنية رفيق بداية من اليوم 3 ديسمبر الجاري. سلطني يا رفيق المدير الجهوي للضرائب بالنيابة في عنبة، احنا اليوم تشرفنا بدعوة المدير الولائي للضرائب في الطرف لحضور انطلاقة رسمية لنظام جبايتك، وهو التصريح عن بعد في مرحلة أولى يسبق الدفع عن بعد إن شاء الله مرة أخرى بالنسبة للمركز الجوالي في بوحجر في ولاية الطرف، وده انطلاقة يعني كنا نسعى لها منذ سنوات طويلة، الحمد لله وصلنا لها في ولاية الطرف. بداية بدينا بالمركز الجوالي الضرائب حتى نوصل إلى المراكز الأخرى إن شاء الله في المستقبل القريب. السيدة أبو عباش حياة نائب مدير للحكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية بدائرة بالمديرية العامة للضرائب، اليوم جينا باش نحضروا فعاليات نشر نظام جبايتك في مركز الجواري لبوحجار، وهذا شرف عظيم باش نحضروا معاهم. بالمناسبة أتمم المجهودات كامل من المدير الجهوي المدير الولائي لرئيس المركز العمال. هذا وقد كانت أول مواطنة تستفيد من هذه الخدمة الرقمية السريعة وعن بعد. الرقمنة هذه تساعد الناس المواطنين يعني كامل أنهم كما نقولوا تخفف عليهم الوقت، باريكزومبل من كان المواطن حيدي نص ساعة ولا ساعة، بفضل الرقمنة هذه تولي كاين غابيديتي كي يخرج لي زانفورماسيون تاعو ولا دي سوا مع الحكومة أو مع الولايات أو مع الصحافة العمومية. ركز بزاف على الرقمنة على مستوى مديرية الضرائب، ركز لأنه حبينا ولا كرهنا العصب تاع الاقتصاد الجزائري وتاع التنمية الجزائرية هو الضرائب. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.